شوفي ابني خير. عمي إذا كنت فاضي اليوم رح أجي لعندك ورح أجيب لك صور لنفس وليت معي مشان الجواز. شو صاير؟ أنت اختفيت فجأة، اللي في شي خطير صاير معك شي؟ الأمور تلخبطت شوي عمي، بحكي لك بس إجي. إيه ماشي. انت ليش عم تغير على الجرح لحالك؟ ليش ما تخلي الشباب يساعدوك؟ على طول انا كنت غير على جروحي لحالي. مره خيطت جرحي بايدي، تعودت. طاهر اللي اتصل معه؟ ايه. شي غريب، كان بدك تساعده ليتخبى، بس وصلت له الشرطه قام هو هرب. مين يلي خبر عنه يا ترى؟ نفس. نفس هيك بظن. هنن فاتوا على البيت مع بعضهم، وما حدا غيري بيعرف انهم راحوا لهنيك. بتصور هذا اللي صار، نفس هي اللي خبرت عليه. هذا الخبر حلو كتير. الحب الكبير خلص فجأة. عن جد انت ما بتفهم بأي شيء. نفس خبرت الشرطة عن زوجها. حلو هالشي، بس كمان بيوجع. بتحب تعرف السيناريو الجاي؟ طاهر رح يفوت على السجن، ونفس رح تستأجر بيت قريب منه، طبعا مشان تضل حاسة انه هي قريبة منه دائما. شايف قديش رومانسية؟ اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.